محمد سمير، انت شاري الكاس غلط ولا ايه بالظبط؟ ليه يا نجم؟ عارف الطبيعي ده يبقى عندي في البيت، ده الطبيعي ان انا اخده احطه في البيت. المهم ان انت خدت بطوله، واسيبك من الكاس، المهم البطوله. لو دخل حلوان مش هيطلع ده، حلوان عندنا مش هيطلع الكاس ده. مين ده؟ لا لا بقول لك الواحد لما بيتكلم واحد دمه خفيف، انما دوت ما ينفعش. الواحد ده دمه سائل جدا. هو مين؟ شريف. شريف في الفرقه؟ الاثنين ارخم من بعض. ده قال ما فيش حد في الفرقه دي دمه خفيف. اقول لك اللي دمه خفيف في الفرقه دي الواد اينو. والواد عفروتو. والله ما فيش حد تاني. يعني اثنين من اصل 25 بس؟ اه والباقي كلهم اسال من بعض. ده بص المناظر، بص جمعه، بص جمعه عامل ازاي. بص المنظر. بص والنبي خد يا كابتن، كابتن والنبي بص حط لي الكاميرا هنا على الاستاذ ده. كان هيدمر الفرق. استاذ سيد معوض هيدمر انذارين في نص دقيقه يا اخي. لسه عنده افريقيا كمان. ليه يا اخي؟ يا اخي مش عايز تلعب، قول اغير وننزل واحد مكانك. انما ليه تتبع الاساليب دي؟ اساليب رخيصه والله. وبعدين انت لعيب كبير مش لعيب صغير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي.